في أمهات بتتصدم من فكرة إن ابني دخل سن المراهقة أو بنتي دخلت سن المراهقة في سن صغير، يعني بيسترجعوا هم دخلوا سن المراهقة ده إمتى، ويبقى 12 13 سنة بالزبط. فكان يعني الفرق برضو يعني سنوات وده برضو فرق خبرات وفرق يعني أجيال زي ما بيقول. التعامل مع الصدمة دي كأم بقى إزاي، وإزاي تتجاوزها علشان تقدر يعني تخرج ابنها من المرحلة دي من غير ما يكون في مشاكل كبيرة زي اللي بنسمع عنها أحيانا. طيب هو أنا بالنسبة لي كأم أنا فعلا الأول بتفاجئ إن ابني أو بنتي بقى دخلوا في سن المراهقة، لكن تبقى مشغولة معاهم بالتربية والمدرسة والدروس وتمارين النادي، فجأة بتلاقي لا الولد الصغير اللي كان صوته بسيط وبيسمع كلامك، لا أنا مش هلبس اللبس ده النهاردة، أنا هلبس لبس تاني، لا أنا مش هروح مش التمرين النهاردة، أنا عايزة أغير اللعبة، انا مثلا في مثلا ممكن ماده كان بيحبها قوي يكرهها ويحب ماده تانية. بيكون احيانا تمرد لمجرد اثبات ذاته كده بالظبط، يعني موجود. ممكن حتى لو كان بيسمع كلامك قوي لا مره واحده هتلاقيه بيرفض كلامك وعايز هو ينفذ اللي في دماغه، فببدا انا يعني هو اتغير ليه كمان تغير في الطباع اللي بتكون يعني ان هو مثلا صادق ما بيقولش كلمات غير صادقه، فتلاقيه بدأ يقول كلمات أو يستخدم ويحكي حكايات أو موضوعات بالزبط. غير دقيقة وغير صادقة، فالتعامل هنا يبقى يعني بأي كيفية علشان أقدر أخرجه من المرحلة دي زي ما قلنا بسلام وأمان. يعني طيب هي في سن المراهقة في تربيتي لأولادي بيبقى عامل زي المثلث من ثلاث محاور، القمة بتكون الحب، والقاعدة بتكون الاحتواء والصبر. شايفة يعني تربيتنا لأولادنا محتاجة صبر خصوصا في سن المراهقة، محتاجة صبر أيوب، يعني مع الأسف ساعات بيبقى في مواقف صعبة جدا بتغلي من جواكي، بس دايما بقولك خليكي عندك ثبات انفعالي عشان تقدري تخرجي من الموقف ده على خير. ودايما بقول أنا ما عنديش أي يعني أوبشن في سن المراهقة غير أن أنا أصاحب أولادي، لازم أنزل عقليتي لعقلهم، يعني لازم أكون حاطط في الاعتبار أن أنا مضطر ده بالظبط، مفيش رفاهية الاختيار ده حقيقي، لأن مع الأسف في السن ده بيكون يعني اتجاهه وحبه أكتر لأصحابه. أتمرن إزاي على أن أنا أكون صديقة لولادي، لأن الحكاية مش سهلة برضو، أنت بتنزلي لمستوى عقلهم الحاجات اللي معاهم دلوقتي من تكنولوجيات وتفكيرهم وطريقتهم ومعطيات حياتهم مختلفة تماما عن من 10 سنين طبعًا حتى يعني. فبالتالي انت بتتعاملي مع جيل مختلف شكلا وموضوعا وكل حاجة، انزل ازاي لسنهم واتقبل ازاي ان انا اكون صديقة لطفل هو حبيبي وابني وبنتي وكل حاجة، بس برضو في أهل بيحسوا كده أن لا لازم يبقى في سنة وقار ما بيني وما بين ابني طبعًا. ما ينفعش السنة دي يعني ما ينفعش يندهني باسمي، ما ينفعش يبقى الحكاية كده عادية طبعًا. مش عارف إيه يعني الحاجات دي، هل دي لها مدلول؟ يعني مثلا هو لازم دايما يقول لي حضرتك وحضرتك، هل ده ليه يعني مدلول على قيمة الاحترام المتبادل ما بين الطفل والأم والأب، ولا لا أن أنا أصاحبه فإن هو لو قال لي يا علا عادي، إن هو لو مش عارف إيه عادي. طيب هي بصي توازن طبعاً هنا يعني هي الأم والأب، طب حسب أنماط الشخصية، في أم بتكون لا صارمة جدا ودقيقة جدا ولازم كل حاجة تكون زي ما هي عايزة وتكون السيطرة عندها عالية قوي، في أم تانية لا بتكون ما بين الاتنين، بتكون يعني زي ما نقول خير الأمور الوسط، في أم تانية بتكون متساهلة زيادة عن اللزوم، فمع الأسف ممكن الأولاد ينسقوا الأشياء كتير جدا وهي طبعا يوصل لدرجة الدلع طبعا، يعني ممكن يبقى يعمل افعال تانية من كتر ما هي يعني مهمله مش او مش متابعه او ممكن زي ما بيقولوا يعني بالعاميه مكبره دماغها. لكن انا دايما بقول خير الامور الوسط، يعني لا اكون متسلطه قوي ولا اكون طبعا سايبه لهم برده يعني الدنيا سايبه من غير اي كنترولينج. طب انا دايما بقول يعني ساعات افعال بشوف الاولاد بيقولوا للام لحضرتك او حضرتك، بس انا بشوفها مش من يعني مش من الحميميه قوي، يعني اصل الام والاب دي اكتر علاقه حميميه قوي، طبعا كلمه ماما وبابا ما فيش اغلى منها في الدنيا طبعا. دي بتكون جميله قوي، بتفرق حتى في علاقتهم ببعض طبعا، فدي بتكون حلوه قوي. وبعدين دايما بقول انا ام ليه زي ما حضرتك قلت، يعني لما بنزل ازاي اعمل ايه عشان انزل مستوى عقلهم او ان انا احاول اصبر وامسك نفسي عن اللي بيعملوه، برجع لنفسي انا وانا في سنهم، بفتكر ازاي انا بحب كنت اقعد في غرفتي، ازاي كنت بحب اكلم صاحبتي في التليفون واحكي معاها او اقول لها عملنا ايه النهارده، فلازم افتكر نفسي انا لما كنت في سنه. طبعا زي ما انا قلت مع اختلاف الاجيال والثقافات والانفتاح دلوقتي، بس هي نفس المشاعر واحده ونفس نحاول يعني واحد. بالقياس ولكن مع مراعاه الاختلاف.